العيالات اللي ما غاديش يصوموا بالمره هما تيكونوا عارفين راسهم، غير هما تيبقاو تي ايزيتي واش غنمشي ولا ما نمشيش. المريضه اللي كداوي على 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 السكر وكدير مثلا الانسولين، وهذاك الانسولين عندها واحد الوقيتات بالضبط اللي خاصهم ديرهم ليا، وهذوك الوقيتات واصل داخل ليا وسط من الصيام، ممنوع عليها بانها تصوم، ما تغيسكيش بحياتها، راه الله غفور رحيم. دونك ما غاديش صدر برت يعرف حسن منا. مرا اللي هي اللي كاردياك كدات متبعه لي على شي واحد النوع ديال الامراض ديال القلب، ممنوع عليهم منع عن كليا الصيام. الانسان اللي كيدير دياليز ما غاديش يمشي اللي غادي يمشي يصوم غير هكاك، او الله يحفظ عارف بان عنده مثلا عنده تكيسات في الكلاوي ياك، ولكن مازال باقي ما وصلش ليا ستاد ديال القصور الكلوي المزمن، دونك باقي ما كيديرش ليا الدياليز، ولكن هو عارف بان راه الا صام راه غادي ينشف الكلوه ديالو، غادي بالعكس غيزيد يسرع راسو للمرحله ديال الدياليز. دونك دائما هادشي علاش كنرجعوا بان المريض ولا مريضه خاصها تجي تشوف الطبيب ديالها، هو اللي غادي يقرر في بلاصتها واش هاد الحاله ديالها يسمح ليها انها تصوم او لا ما غاديش تصوم.